ولاية من ولايات سهل الباطنة لها أهمية تاريخية وجغرافية، إذ تطل على خليج عمان، بينما تحدها من الشمال شناص فخطبة ملاحة، ومن الجنوب صحار فصحم، ومن الغرب سلاسل جبال الحجر الغربي. تتكون من 28 بلدة وقرية، أهمها حلة الحصن وحلة البحر والحد وغضفان والرميلة والصباخ والفليق، ويبلغ سكانها 25,000 نسمة ينعمون بخيرات النهضة العمانية المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وتعد الزراعة الحرفة الرئيسية لغالبية السكان في لواء مثل سائر ولايات منطقة سهل الباطنة. لقد أقامت وزارة الداخلية مقرا حديثا للوالي في لواء بلغت تكلفته نحو 300,000 ريال عماني، تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان المعظم بتحديث سائر مقار الولاة في كل أنحاء الوطن العزيز، انبثاقا من أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الوالي كمؤسسة إدارية متكاملة لخدمة المواطنين وللإشراف على بقية المؤسسات في الولاية، ومتابعة الوالي لاهتمامات أبناء الولاية مستمرة تمشيا مع توجيهات القائد بالعمل من أجل المواطن وإسعاده. وأقيمت بلدية اليوة كسائر البلديات الأخرى تأكيدا لأهمية الجهود الذاتية والتعاون الوثيق بين المواطنين وجهاز البلدية. وبالرغم من أن إنشائها حديث نسبيا إذ أنشئت في عام 1983، فإنها قد حققت نتائج ملموسة، وتم تزويدها بالآليات الحديثة اللازمة لإنجاز المشروعات الحيوية بالولاية، وامتدت خدمات البلدية إلى مختلف أنحاء الولاية الساحلية والجبلية، ووصلت كافة المنافع للمواطنين بالولاية عن طريق ربطها بشبكة الطرق الحديثة في البلاد، والتي رافقها إيصال كافة الأنشطة والخدمات والمرافق العامة من كهرباء ومياه وهاتف وبريد وحركة تشييد وبناء ومؤسسات حكومية ومحال تجارية، دالة على مظاهر النهضة والنشاط الاقتصادي في لواء. ويمثل التعليم بالولاية إحدى بصمات النهضة الواضحة، فإلى جانب مدرسة المؤمنة الثانوية بنات توجد مدرسة الإمام الربيع بن حبيب ومدرسة بنات فزح، وعدد من المدارس في مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وتستعمل بعض مدارس الولاية مساء في تعليم الكبار، وتشارك لواء باقي مناطق السلطنة في بذل الجهود المستمرة من أجل محو الأمية لأولئك الذين حرموا نعمة التعليم الطبيعي الذي بدأ مع بداية فجر النهضة المباركة. وقد أنشئ نادي لواء الرياضي عام 1972 في نطاق بناء الأندية في كافة مناطق عمان، إيمانا من جلالة القائد بأهمية الشباب ورعايته الرعاية السليمة ليتولى مسؤولية العمل في مسيرة التقدم. وفضلا عما يتيحه النادي للشباب من تمرينات وألعاب رياضية متنوعة، فإنه كناد ثقافي اجتماعي إلى جانب كونه رياضي يهتم بالأنشطة الفنية والثقافية والتراثية لإعداد شباب ينتمي إلى أصوله ويعتز بحضارته. وإذا كانت الحرفة الأولى هي الزراعة، فإن المهنة التي تليها هي مهنة الصيد، حيث تتوافر في منطقة حرمولة الساحلية مختلف أنواع الأسماك. ولما كانت لواء جزءا من منطقة سهل الباطنة، لذا توجد بها أيضا صناعة الشاشة، وهي قوارب تصنع من جريد وسعف النخيل، وهي سريعة وخفيفة
وتستعمل للصيد. وقد أمد صندوق تشجيع الصيدين العاملين في مهنة الصيد بالشباك وبالقوارب الحديثة لتطوير حرفة الصيد التي تهدف الاستراتيجية المرسومة لها إلى استغلالها بشكل تجاري يسمح بالتصدير بكميات كبيرة. ولولاية لوا طابع تاريخي وحضاري يرجع إلى عهود قديمة، وأهم معالمها التراثية قلعة لوا وقلعة فزح وقلعة رحب، وهي قلاع تاريخية، كما توجد بعض البيوت الأثرية القديمة. كما أن الولاية غنية بجغرافيتها، حيث يمثل القسم الجبلي منها أهمية تاريخية واقتصادية. والمنطقة الجبلية بلوا شاسعة، ومنها وادي رحب في منطقة العرجاء والبيضة، وهي غنية بالمعادن، ومنطقة فزح الجبلية التي تم اكتشاف مدينة أثرية بها يرجع زمانها إلى دولة اليعاربة. في مجال الإسكان الاجتماعي وإقامة الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، أقيم 50 مسكنا اجتماعيا بمنطقتي الحد والصباخ، كما تم إنشاء مدينة متكاملة في إطار عملية التحديث التي تشهدها الولاية، تضم ما لا يقل عن 1000 قطعة أرض سكنية وتجارية وصناعية، مما يعني امتداد مسيرة الخير لكل ولايات عمان وكافة مناطقها. ومن الفنون الشعبية العمانية الأصيلة يجيد أبناء لواء العيالة، وتختلف عن العيالة في منطقة الظاهرة، حيث تعتبر آليات العيالة في الباطنة هي نفس آليات الرزحة، الطبل والطار. هكذا تعيش ولاية لواء حاضرا مجيدا، وتستبشر بمستقبل مشرق في ظل القيادة العمانية الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله.